تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونشكره أن وفقنا وإياكم جميعا لصيام أيام رمضان وقيام لياليه وتلاوة القرآن. نحن محظوظون بهذه الخيرات وهذه البركات التي أكرمنا بها المولى عز وجل. حديثنا الليلة نتحدث عن الكفارات لمن أفطر في رمضان خطأ أو عمدا. المنظومة الفقهية في شريعتنا الإسلامية متكاملة، فيها التشريعات التي تحفز المؤمن على العبادة والطاعة، وإذا ما وقع منه خطأ أو زلة فإن الله عز وجل يضع له الكفارات ليغفر له ويتجاوز عنه ما وقع فيه من خطأ أو ذنوب. حديثنا عن الكفارات في رمضان، مبدئيا ربنا عز وجل قد اختار مجموعة من الأسباب جعلها أعذار شرعية لكل الصائمين. الناس الذين لا يستطيعون الصيام، هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم الأمور وأعطانا هذه الكفارات. فهناك من الأحكام الشرعية ما يوجب القضاء، وهناك ما يوجب القضاء والفدية معا، ومنهم ما يجب فقط الفدية، ومنهم من يوجب القضاء والكفارة معا. فالكفارات في الشريعة الإسلامية على أربعة أنواع فيما يخص الصيام. النوع الأول في غير القضاء، تقضي الأيام اللي افطرتي فيها. والنوع الثاني قضاء وفدية، غتقضي لك الأيام زائد غطعم مسكين عن كل يوم، هي الفدية. وهناك ما يجب فقط الفدية فقط أنك تطعم مسكين عن كل يوم، وهناك ما يجب القضاء والكفارة. القضاء تقضي الأيام اللي كليتيها، الكفارة خطيرة غنتعرفوا عليها. فما هي الأسباب اللي كتخلي الإنسان أنه عليه فقط القضاء؟ هو الذي أفطر مثلا بسبب المرض، عنده مريض وسقيم، قال له الطبيب بأن عندك سكري، عندك ضغط الدم، عندك مرض اللي هو ربما قد تكون له مضاعفات على جسمك، إن صمت فعليك أن تفطر. فيتبع نصيحة الطبيب ويفطر، وفيما بعد إن شاء الله لما يمتثل للشفاء يقضي الأيام التي أفطر فيها. وكذلك المرأة الحائض والنفساء، يسيل منها الدم لأنها غير طاهرة، والسبب هو أنه ينزف منها الدم، القوة ديالها كتصبح ضعيفة. حتى الصيام ما عندهش علاقة بالطهارة، الطهارة عندها علاقة بالصلاة، أما الصيام فهو عنده علاقة بالقوة والاستطاعة. فالمرأة الحائض والنفساء ما دام أن الدم ينزف منها فهي منهارة القوة، ضعيفة. ربنا عز وجل رفع عن التكليف. وكذلك المرأة الحامل والمرضع، الحاملة هزت قل في البطن ديالها وجنينها يتغذى من طعامها، وكذلك المرضع، المرأة المرضع أيضا كترضع الإبن ديالها من اللبن دياله. فهؤلاء هاتين الحالتين، المرأة الحامل والمرضع، إن خافتا على أنفسهما، هي ما عندهاش طاقة
هي ضعيفة حاملة أو مرضع ما عندها قدرة. هؤلاء عليهم القضاء كي يفطروا الأيام ديال رمضان، وحينما ينقضي رمضان يقضونه. وكذلك لمن سافر سفرا طويلا وفيه مشقة وتعب يفطر. السفر أيضا مظنة التعب والمشقة، والشارع الحكيم أجاز للمسافر أنه يفطر، وبعد أن ينتهي رمضان يقضي الأيام اللي عليه. هذه الحالات كتسمى الحالات اللي عليها يجب فيها القضاء. القضاء كما قلنا هو أنك من ليس لرمضان تقضي الأيام اللي عليك. وهناك بعض الحالات اللي فيها الفدية، ما فيهاش القضاء، فيها الفدية. شكون هما؟ هو المريض الذي عنده مرض شديد لا يرجى برؤه. إنسان عنده سكري شديد، عنده ضغط الدم شديد، عنده الله يحفظنا وإياكم أمراض اللي هي صعبة ولا يرجى برؤها لأنه الحالة دياله صعبة، فهذا كيفطر ويفدي كل يوم كله كيطعم مسكين. وكذلك بالنسبة للشيخ الهرم والمرأة العجوز الذين لا يستطيعون الصيام، هم ماشي مرض لكن قوتهم أصبحت ضعيفة. رجل تجاوز 70 أو 80 وامرأة أيضا في 80 هؤلاء أو 90 صعيبة لأنه يصوم، فله أن يفطر. والحكم الشرعي أنه يفدي عن كل يوم، يفدي إطعام مسكين عن كل يوم. وهناك من عليه القضاء والفدية بجوجهم. شكون هادو؟ المرأة الحامل والمرضع إلا هي صحيحة قادرة تصوم، ولكن خافت على الولد ديالها أو الرضيع ديالها، في هذه الحالة كتكون صامت فترات من أجل ابنها أو من أجل رضيعها أو جنينها، فهذه عليها القضاء زائد الفدية، حتى هي قادرة تصوم ولكن خط الرخصة إما من جنينها وإما من رضيعها. وكان الأمر الآخر اللي هو اللي عليه القضاء والكفارة، هذا اللي انتهك حرمة رمضان أو أفسده بسبب معين، إما أنه أكل أو شرب، وإما أنه جامع عمدا باختياره في رمضان حتى ولو لم ينزل منه الماء، هذا عليه القضاء والكفارة والعياذ بالله. أما الذي لا يريد أن يصوم لأنه عنده أفكار إيديولوجية، أفكار حداثية، أفكار تقدمية بين قوسين، وكيقول بأنها الصيام إنما هو التشريع ليعطل الإنتاج ويعذب الإنسان، وحتى لو كان التشريع فهو تشريع خاص بالأغنياء ليس بالفقراء، وأو كون أنه حر في نفسه وما باغيش يصوم والتوحد ما عنده الحق يمنعه، هذا الله يحفظنا وإياكم، هذا ما عنده تشي كفارة. الكفارة دياله أنه لا بد أن يجدد إيمانه، يجدد الإيمان في قلبه، يعود يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعود يعلمه والأولياء أمره ما معنى كلمة لا إله إلا الله وما مقتضيتها. مقتضيتها أن الله تعالى هو الخالق البارئ، وأنه هو المشرع للعبادات والأحكام، وهو الذي ينبغي أن نمتثل لأوامره، وأوامره يسيرة وكلها مصلحة وكلها فائدة، وإذا وقع منا خطأ أو زلل نستغفره ونتوب إليه. أما من يرفع لواء الجحود ولواء العناد ويقول بأنني أنا حر وعلي أن أصوم، للأسف بعض شبابنا وبعض أبنائنا على مواقع التواصل الاجتماعي ينتظمون في إطار جمعيات شعارها أنها تنادي بالحرية، ولكن في الأصل أنها تهدم الأديان وتهدم القيم وتخدم فكرة إبليس والعياذ بالله، لأن الشيطان هو أول من تمرد وأول من رفض أمر الله سبحانه وتعالى، وهم لا يشعرون بأنهم موسوسون من طرف إبليس وجنوده والعياذ بالله. فهؤلاء
إذا أفطروا عمدا هادو ما عليهم كفارة ولا فدية ولا قضاء. هؤلاء عليهم أن يجددوا إيمانهم ويتحققوا بحقيقة كلمة لا إله إلا الله ويعلموا بمقتضياتها من جديد. أما الذي انتهك رمضان هو مؤمن كيصلي وكيخاف الله تعالى ويستغفر رب العالمين، ولكنه في لحظة وقع له ما وقع فأكل أو شرب عمدا أو أنه جامع عمدا، هذا عليه القضاء والكفارة. فما القضاء والكفارة وما هو الفدية؟ سهلة معروفة عند الناس كلهم، إطعام مسكين عن كل يوم، والمسكين وجبة غداء. احنا المغاربة اعتدنا واحد طريقة سهلة كنستعملوها في إطعام المسكين. ما هي؟ هي أننا كنديروا قفة رمضان. الحمد لله منذ أول رمضان وهناك حملات اجتماعية في كل مكان لقفة رمضان، كل كيديروها بدافع المساعدة والمواساة والتعاون الاجتماعي. وكاين اللي كيبغي يديرها أنه غادي يفطر في رمضان لأنه مريض وعنده عذر من الأعذار الشرعية ويقدم قفة رمضان. القفة الثمن ديالها يعني في حدود 400 درهم، 400 درهم طيلة شهر رمضان، واللي زاد زاد الله من خيره وفضله. بعض العائلات الفقيرة كيديروا قفيفة على قد الحال 400 درهم، وكاين بعض العائلات الغنية تبارك الله كيديروا فيها 1000 درهم وكيوزعوها على الفقراء والمساكين، كله خير. أما بالنسبة للكفارة هذه صعيبة، فيها أشياء صعبة جدا. أولها عتق رقبة مؤمنة، لأن الشرع الإسلامي أراد بذلك أن يبين بأن الذي ينتهك حرمة رمضان من غير عذر فكأنما جعل رقبته في النار والعياذ بالله، فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة. والتشريع وضع الإسلام، لماذا؟ لأن لما بزغ نور الإسلام كان المجتمع فيه العبيد في جميع الدول، ماشي في الأمة العربية، حتى في الرومان وفي الفرس وبقي حتى في الدول الغربية إلى عهود متأخرة. فالإسلام باعتباره حركة إصلاحية تصحيحية إنسانية، ومشي حركة سياسية، لا هو وحي من السماء وهو رسالة من رب العالمين، لكنه عنده هدف الإصلاح وهدف إعادة ترميم المجتمع. فكان من أول الأمور التي شرعها في الكفارات المغلظة هي عتق رقبة مؤمنة. فإحنا كنسمعوا مجموعة ديال الأحكام الشرعية، ربنا عز وجل يقول فكفارته عتق رقبة مؤمنة. كان الغاية من ذلك وهو أن يحرر الإنسان، أن الإنسان لا يكون في طور العبودية، أنه ينطلق إلى الأمام ويشعر بأنه حر. وكان سيدنا عمر ابن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والحمد لله بفضل هذا التشريع ما هي إلا سنوات معدودات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهت العبودية من المجتمعات الإسلامية. فأول الأمور اللي عندها علاقة بالكفارة وهو عتق رقبة مؤمنة. اللي ما كيقدرش يلقى رقبة مؤمنة بحال دابا اليوم ما كاينش، اليوم هذا الرقاب ما بقوش، كانوا أيام زمان كان هناك أسواق كتسمى أسواق النخاسة. سوق النخاسة هو سوق للبنادم، البشر يباع ويشترى، كتلقى لك البشر يباع ويشترى، الرقيق الأسود والرقيق الأبيض. هادشي الحمد لله انتهى بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يعود، لأن البشرية مرة كسبها الحمق والجنون وقد تضحي بحقوق الإنسان وتعود إلى الاستكبار في أي وقت وحين. لهذا النص ثابت في كلام الله تعالى الذي هو صالح لكل زمان ومكان وممتد في التاريخ. إذا ما كانتش رقبة مؤمنة ماذا يفعل الذي إن قدر عليه الله تعالى وانتهك حرمة رمضان عمدا؟ عليه صيام شهرين متتابعين عقابا له، لأنه لم يقدر احترام هذا الشهر الفضيل ولم يراعي حرمته. فربنا عز وجل أوجب عليه صيام شهرين متتابعين دون انفصال. إذا وقع انفصال وفطر شي نهار يعود من الأول من جديد.
إذا كان غير قادر على صيام شهرين متتابعين لكونه مريض أو لكونه عنده عذر من الأعذار، ربنا انتقل به إلى شيء آخر، وهو أنه يطعم 60 مسكينا. فالحق عز وجل دلنا هذا الترتيب عنده واحد الحكم وأسرار بالغة. أما إذا لم يستطع شو واحد انتهك حرمة رمضان وما يقدر يعتق رقبة مؤمنة، غادي يقول لك مبقوش لعابد اليوم، ما يقدر يصوم شهرين متتابعين لأنه مريض وسقيم، ما يقدر يطعم 60 مسكين، يقول لك أنا فقير، ماذا عليه أن يفعل؟ يقول لك العلماء هذه الكفارة استقرت في ذمته ولا شيء عليه بدلها، رهو هكذا إلى أن يقدر، إلى قدر يدير شي حاجة أخرى يدير فيما بعد حتى يتسر له الأمور، وإذا لم يقدر فليتوب إلى الله وليستغفر. وهذا وقع في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما لك؟ ماذا أصابك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها وتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا حديث صحيح يتكلم على التأصيل الشرعي للكفارة. هو جاء بروايات متعددة، الرواة اللي كانوا حاضرين منهم من رواه مختصرا ومنه من رواه بتفصيل دقيق. سيدنا أبو هريرة لأنه كان راوي مكثر كان يختصر، علماء آخرين رواه بالتفصيل، قالوا بأن النبي الكريم كان في نهار رمضان، نهار ديال رمضان مع الظهر، جالس في المسجد النبوي الشريف، الصحابة كيتجمعوا عنده، وكان النبي الكريم دائما كيعمر المسجد ويتلقى أسئلة الناس ويلقنهم القرآن ويلقنهم الحديث ويلقنهم الفتوى، وبينما هم كذلك يذكرون الله تعالى، ويطلع عنده محل الرجل أعرابي، شوف الأدب، أن الرجل لم يسمى، ما لقاوش السمية ديالو في السنة النبوية الشريفة، مستور يعني كيبقى اللي دار شي فضيحة أو دار شي خطيئة نستروه، ما نذكروا السمية ديالو. احنا للأسف ولات عندنا الفضائح بشكل غير منقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، فلان دار كذا وكذا، فلان ضبطت كذا وكذا، وكيتسمى وكيتصور ورغبة في الفضيحة والعياذ بالله، مع أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا: من ستر على مسلمين فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. استر على أخوك المسلم، دار واحد العيب، غروا الشيطان، وقع في واحد الهفوة، قول ما شفت ما ريت، استروا. مرة واحد صحابي جاء النبي الكريم قال لي: رأيت فلان ابن فلان، رأيته يزني، لقام عمرة، هذا صحابي، النبي الكريم حضر راسه قال له: لو سترته بإزارك لكان خيرا لك، عوض أن تفضحه على الملأ استره. فواحد الأدب جميل عند أهل الحديث في السنة النبوية الشريفة، أنه إذا كان الرجل دار شي عمل صالح فإنه يسمى ويكنى أبو فلان ابن فلان من قبيلة فلان، لأنه دار إنجاز عظيم. لكن إذا دار شي خطأ ودار شي ذنب لا يسمى، يقال رجل أو أعرابي أو امرؤ من كذا وكذا. ففي الحديث أن الصحابة كانوا جالسين، فدخل عليهم رجل أعرابي جاء يولول يقول: وي ثم وي ثم وي، يعني كي بحال كيندب بالدارجة عندنا، وكيضرب في راسه في وجهه كأنه دا شي زلة كبيرة.
فقال له النبي الكريم هون عليك. في الأول قال لي هون برد برد مالك اش وقع. النبي الكريم دائما الناس كانوا يقصدونه، وهذه صفة العلماء، ينبغي أن تكون صفة العلماء والدعاة يكون صدرهم منشرح. العلماء والدعاة ماشي بحال بقية الناس، راهم من أهل الله وخاصته، فما يتقلقوا ما ينزعجوا، يكون دائما صدره منفتح وبابه مفتوح ووقته كله للخلق، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودائما إذا استقبلوا الناس كيهدؤهم، كيكون كيلعب الدور رجل مطافئ يطفئ الغضب. قال لي ماذا أصابك يا رجل هون عليك؟ قال لي يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال لي ماذا أصابك؟ قال لي واقعت زوجتي في رمضان وأنا صائم. هذا أعربي باقي مازال ما عرفش أحكام الدين بشكل قوي، ومازال الإيمان لم يتمكن من قلبه. ففي رمضان هو عنده قوة جنسية، فبدأ يداعب زوجته، وفي لحظة من اللحظات غاب عليه الوعي وفعل ما فعل، فجامع زوجته في نهر رمضان، علاقة زوجية كاملة. فمن اللي شاف رسول بأن دار المصيبة ماشي قالت واحد ما شافني، جعد النبي الكريم يحكي ليه يشكي عليه. يعني هذا الفضفضة اللي كنت سمعوا لها اليوم، هذا الحكي، شو واحد يشكي على واحد آخر، را ماشي جديدة شي، را كان في عهد النبوة، را النبي الكريم لطالما يستقبل الناس يشكيوا عليه حتى طبيب النفسي، وكان يهون من الأشياء يقول لا تعظم الدنيا، ما تكبرش القضية، راه سهلة ما هلا دابا دوز، ربنا غفور رحيم. وسيدنا النبي كيحاول يبردوا، والناس كانوا كيقلبوا على رضا الرحمن. هذا السيدة دا شعر بأنه دار إثم عظيم، انتهك حرمة رمضان وأن الله تعالى غاضب عليه. وهذه وصفة الإيمان، لأن المؤمن هو الذي سرته حسنته وساءته سيئته. المؤمن لدى شي وقعة كتلقى بأنه كيندب وكيخاف وكيبكي وكيحزن وكيقلب على شي صدر حنون يطبطب عليه لعل وعسى ينفجر. أما اللي غير المؤمن عنده عادي كيدير الخطيئة، وكيجي عند صحابه كيقول لهم دوزت واحد الليلة حمراء، وكيبقى يبدع في الوصف ويقول لهم الويكاند المقبل غنعود واحد اخر عاوتاني، هذاك حال اخر الله يغفر لنا وله. لكن المؤمن اذا وقع فانه يشعر بانه ارتكب جرما عظيما ويسرع للتوبه، ثم يبحث عمن يسانده لكي يقوي ويوطد ايمانه في قلبه. فقال لي رسول الله هلكت واهلكت، وقعت زوجتي في نهر رمضان. النبي الكريم قال لي هون عليك، الى وقعت ربي كبير ورحمن رحيم وغفور كريم، راه ورد علينا الكفارات. قال لي ما هي كفارتها يا رسول الله؟ قال لي هل تجد رقبا تعتقها؟ والرقبة كانت أيام زمان غالية، هذا رجل فقير ما عندوش. قال لي أن لي أن أعتق رقبة، واش أنا ما لقيت تاع شليلة عاد نعتق رقبة. والرقاب ديك الساعة كانوا كيكونوا 10,000 درهم حتى تقريبا 50,000 درهم وزيادة حسب الرقبة، العبد اللي كيتشرى واش هو كيحمل الاثقال، واش هو كيعرف الفلاحه، واش هو كيربي الغنم والمشيه، واش هو كذا. والمراه هي الا كانت واش هي حسناء، واش هي جاريه، واش هي تغني لها صوت، واش هي طباخه ماهره، يعني يتزايدون ويتفاضلون في الثمن. قال لي انا ما عندي تاع شليله عاد نعتق رقبه. ويقول له النبي الكريم لا شيء عليك لا حرج. قال لي يا هذا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ الراجل غسمع شهرين متتابعين هو يشد في قلبه. قال لي يا رسول الله أنا صمت واحدا يوما واحدا ولم أستطع أن أملك إربي. نهار واحد مراته ما قدرش يصبر عليها ووقع معها فيما وقع، عاد غنصوم شهرين متتابعين ما نكملهاش ما نقدرش عليها. الرجل كانت عنده رغبة جنسية قوية ودغيا كيوقع في المحظور. فقال النبي الكريم هون عليك، خلي حتى استراح شوية. ويقول له وهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لي ماذا 60 مسكين؟ قال لي أنا ما لقيت، أنا راني مسكين، أنا خاص اللي يعطيني، أنا راه ما عندي والو. فالنبي الكريم قال لي هون عليك خلاص سأريح. فمكث النبي الكريم، وبقى النبي الكريم كيستقبل الصحابة، هذا عنده مشكلة، هذا عنده قضية، هذا عندهم صلح، هذو كيوجههم للدين، هذو كيعطيهم الوحي الجديد، هذو كيفقههم في أحكام الشريعة لساعات طوال. وكاينين اهل الخير اللي كانوا كيجوا عند النبي الكريم وكيعطوه الاعطيات، علاش؟ باش يعاود يوزعها
على الناس، لأن أهل الدين وهذه صفة طيبة، الفقهاء والعلماء ديال المساجد جميل اللي عنده شي بركة يعطيها للفقيه، ماشي باش يستغل نفسه حاشا وكلا، وإنما من اللي غيجوا عنده الناس غادي يقدر أنه يعطيها للفقير ويعطيها للمسكين ويوسع بها على اليتيم، أو أنه يطيب بها قلوب المتخاصمين ويتصالحوا اللي كيتسمى المؤلفة قلوبهم. فالنبي الكريم كانوا كيجيو الأحباب وكيجيبوا هدايا، كيجيبوا صدقات أعطيات كيتحطوا أمامه. واحد اللحظة أوتي النبي الكريم بعرق فيها تمر، واحد جريدة كبيرة واحد تمر جيد، تمر من الرفيع، جاءوا به شي واحد من المحسنين جابوا للجمع. فالنبي الكريم غير شاف ذاك التمر وينتبه ويقول أين السائل، أين ذاك الرجل، شوف ما قال سميته، السمية ما تذكرش، أين السائل، بقاش أين فلان ابن فلان، وخا هو معروف الفقهاء والمحدثين يسترون الأسماء إذا كان فيها واحد الخلل. فقال ها أنا دا يا رسول الله. قال تعال. فتقدم إليه قال لي خذ هذا العرق من تمر واذهب وتصدق به على 60 مسكين، راه فيه تمر كثير، راه يكفي 60 مسكين اللي كلا غير تميرات غادي يكون إطعام. الرجل هو يدق التمر، بالي التمر جيد والتمر عنده قيمته. قال لي يا رسول الله أتريدني أن أتصدق بهذا التمر على المساكين وأنا من الفقراء؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها بيتا أفقر من بيتنا، اللي أهل بيتي هم الفقراء، أنا أعطي لشي فقير أنا أفقر منهم. فالرجل خد ذاك العرش ديال التمر وتم غادي به لدارو، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده أو أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، سير خوضوا الله يربح، سير الله يعونك، اديه دارك ويأكله لذاتك. هنا العلماء قال لك شوف النبي الكريم هنا كمفتي كمصلح ضحك حتى بدت نواجده، بدت أنيابه بواحد الشكل غريب. قال لك الصفات على المؤمنين ديال الفقهاء ديال العلماء ديال الدعاء ديال المحدثين خاصهم دائما يكونوا مبتسمين. الذي يبلغ الدعوة الذي يبلغ الرسالة لا ينبغي أن يكون مكشرا، يكون دائما مقلق وفزع، خاصه لابد يكون وجهه مطلوق ويكون دائما الابتسامة، لهذا خاصه يحافظ على بياض أسنانه. النبي الكريم ضحك حتى بدت أنيابه وقال لي أطعموا أهلك. هنا العلماء قال لك اللي ما قدرش أنه في هذه الحالة ماذا يفعل، قال لك حتى يتيسر له، اليوم ما قدرش غدا بعد غدا ربي يعطيه القدرة إما المالية إما الصحية، وديك الساعة يكفر على الكفارة دياله. فإن مات هذيك الساعة الأولياء دياله الورثة يصومون عنه تلك الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إلا ما قدرش هو يصوم دابا الأكل بقى يسوف حتى الشهر الجاي حتى العام الجاي، ولكن أدركته المنية وتوفاه الله تعالى، ماذا عليه أن يصنع؟ إنما يصوم عنه أولياؤه. كاين بعض الأفراد قال لك بأن الأحكام كتختلف بحسب المكلفين، كاين الأغنياء وكاين الفقراء، واش هاد الكفارة بالترتيب؟ كاين اللي اعتبر أنها بالترتيب، لابد نبداو بعتق رقبة، فإن لم يتيسر نستعملوا شهرين متتابعين، العادي لم يتيسر عاد إطعام 60 مسكين. وكان قالوا هي ليست بالترتيب وإنما هي بالخيار، اللي بغي يختار شي حاجة يختارها. لأن وقعت في أحد الأزمنة كان واحد سلطان ملك وانتهك حرمة رمضان، وقع له موقع لهذا الرجل، فجمع الفقهاء وقال لهم ما حكم الشريعة في ذلك. بعض العلماء اللي كانوا شيئا ما متشددين في الدين قالوا لي يا سيدي أعطوا حكم شديد، واللي هما ميسرين أش قالوا لي؟ قالوا يا سيد ربي خيرك، إما دير عتق رقبة مؤمنة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكين، هناك خيار. فأحد المتشددين قال لي لا، أنت ليس عندك خيار، فعتق رقبة مؤمنة ميسرة عندك لأنك أنت سلطان عندك العبيد في البلاط، ممكن مباشرة تعتق أي رقبة ما فيش ردع، ثم لا يحق لك إطعام 60 مسكين لأن عندك المال وفير عندك الخزين، إطعام 60 مسكين سهلة ما فيش ردع، الردع يتحقق لديك
بصيام شهرين متتابعين عاد كتكون رادع. عاد العلماء قالوا واش هي الحكمة والمقصد من هذه الكفارة، واش الردع أم تحقيق مصلحة؟ اللي قالوا الردع قال لك هو كنختاروا الأشق، واللي قالوا المصلحة قال لك لا، حتى عتق رقبة مؤمنة راه صالحة، مصلحة كبيرة. داك العبد اللي كان غير محكوم عليه بالعبودية هو ربي جاب ليه خلاص، ولا كانت إطعام 60 مسكين 60 شخص كان جائعا فأطعمته، هذيك مصلحة. والصواب أن ما في شدة، لأن اللي كيقرأ عموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يستنبط منها واحد الأسلوب تربوي رباني، الغاية منه ليس هو العقاب ولا إنزال الشدة بين الخلق، وإنما هو التيسير على المخلوقات، وأن يحملهم الدين على أن يكونوا في العبودية وفي الطاعة وفي العمل الصالح. لن أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام، سوف نبقى مع فاصل وبعده نفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم. مرحبا بكم معنا في هذه الليلة الطيبة من ليالي رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أحبتنا الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر بأرقامنا الهاتفية 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبدأها من إقليم الظلال مع أخينا سي جواد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدير عمي دكتور بخير. الله يبارك فيك مولاي. آمين. يا مرحبا. الله يسعدك. الله يبارك فيكم. الله يحفظك عمي الدكتور. أعزك الله سي جواد. وراك عزيز. أعزك الله وبارك الله فيك. وعمتي نتبعوا البرنامج ديالك. حفظك الله ورعاك. واسمح لي واخا مرتبك شوية. لا داعي خويا جواد لارتباك، حنا في جلسة أسرية مع الخوت والحباب. الله يحفظك خويا، الله يحفظك عمي دكتور، الله يستريك. اللهم آمين يا رب. الله يحفظك عمي. كدا بخير لاباس عليك؟ الحمد ربي ونشكره مولاي. الحمد لله. عمي عندي أنا واحد المشكل باش نعاودو ليك. مرحبا. كان عندنا واحد الدار، والوالد ما عرف كيدير مع الخوادري، وكتبوا ليه، وكنا حنا خدامين عليه كاملين، ضاربين تمارات بنيناه. ايه. عرف كيفاش دار الخوادري، ضرب الوالد وكتبوا دار فيه البيع وشراء، ودعاني الخوادري وبقى لي تخرجني من الدار. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله، والحمد لله على كل حال عمي الدكتور. خرجني انا وولادي. لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله. سي جواد، ملي كنت كتبنيو داك الدار، الاخ ديالك واش كان مساهم؟ كان حتى هو كيعطي الفلوس كيجيب مع البنايه؟ حتى هو كان كيساهم صراحه. الله، كنا كنساهموا ثلاثه. كتساهموا كاملين؟ انا وياه والوالد. وكيفاش، شنو هو السبب اللي خلى الوالد يدير معاه بيع وشراء؟ واش فعلا باع وشراء معاه، ولا داكشي غير صوري؟ لا داكشي عيدارو، غير خويا كان غادي عند واحد العدول، قال لي اودي انا راه بغا الوالد يكتب لي الدار، قال لي بغا يكتبها لي انا عيل هيبه، فهمتي؟ ايه. قال لي اودي راه ما يمكنش، قال لي راه عندك خوتك واسميته، راه ما يمكنش. ايه. مشى وتا بلانا واحد البلان، رجع عنده قال لي اودي انا راه بغيت نكتبها، بغا يبيع لي. قال لي داك العدول اودي انا راه ما نكتبش لك، انك انت جيتي عندي بغيتي تكتب، غير دير خوتك ديالو واسميته، راه حرام هادشي، انا راه ما نكتبوش ليك. ايه. ناض مشى عند واحد العدول اخر كيكتب هو اي حاجه تكون مزوره تكون كيما كانت، يكتبها واخا يبغي يدي ديال الناس واخا. للاسف. وكتبها وانا ما سيقش ليها الخبر، تفات شي عام ونص سميتو، توصل العيد الكبير، واحد المره تناقش معايا قال لي تجبد لي الرسم، جابوا لواحد خالي وواحد الدري صاحبي، قال لي قول لي خرج ليها من داري انا راه شاريها. وكان ديك الساعه الوالد ديالك في كامل القوه العقليه؟ كان كبير صراحة، ما واخا هكاك ما تنظنش، والله أعلم. لا إله إلا الله. حيت كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكون عنده شي 80 هكاك ومريض. لا إله إلا الله. ومؤخرا توفى الله يرحمه. الله يوسع له الرحمات. يا ربي أمين، الله يغفر ليه.
الله يغفر لنا جميعا يا رب. يا رب امين امين يا رب امين. سي جواد الله يفرج عليكم اخويا، الله يفرج عليكم. امين امين. الله ينفس لكم الكروب، لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله ربي يسخر لكم اخويا جواد، لا حول ولا قوه الا بالله. جواد اعطانا واحد الصوره اجتماعيه للاسف تتكرر في حياتنا اليوميه، وهي ان كيكون العائله مستقره عندها وليدات، ثم كيطلع شي واحد من افراد الاسره ربما عنده طمع وجزع وعنده رغبه في الاحتواء، كان كيساهم. عاده كنلقاو الاخ الاكبر مثلا، كتلقى ربما انه هو الكبير كيعاون الوالد ديالو في السلعه في البيع والشراء، هو اللي متحمل المسؤوليه. خوتو الصغار كيقراو، مازال كيقراو هو اللي كينفق. فبعد مده ربما كيطمع انه هذا الشيء من خيره ومن عمله ومن جهده، فكيطمع انه راه عنده النص ولا عنده كذا وكذا. احيانا قد يقدر يكون الاب فيه الحياء، او ربما فيه الخجل، يخجل من ابنه الاكبر او احد ابنائه، فيستغل هذا الابن هذه الوضعيه ويطالب بما سمعنا، يطالب بانه يدير لي هبه، يكتب لي هذا الشيء. الله يحفظنا واياكم. كاين الاولاد اشكال والوان، كاين بعض الاولاد قيد حياه والديهم، يقول لباه اكتب لي، ويقول لامه واكتبي لي، وكينسى بان ربي عز وجل هذا الشيء راه قسمه في كتابه العزيز. الله سبحانه وتعالى الاحكام ديال الشريعه مجموعه احكام جعلها عامه، حتى في العبادات جعلها عامه، الا في الارث الوحيد اللي جعله دقيق جدا. الصلاه وربي جعلها عامه، قال لنا واقيموا الصلاه، ولم يبين لنا في كتابه العزيز كيف نقيمها، حتى جاءت السنه النبويه الشريفه. عاد نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، وبدا جبرائيل يؤم بالنبي الكريم، والنبي الكريم يؤم بالصحابه، ثم قال لهم هكذا اصلي، وقال لهم بان الظهر اربع والمغرب ثلاثه والفجر ركعتين، وهذا سر وهذا جهر. التفاصيل ما كنعرفوش في القران الكريم، غير مذكوره في السنه، هذه العباده ديال الصلاه. ولكن في المال ربي سبحانه وتعالى ما خلى النبي الكريم ما يقول، ما خلى السنة الكريمة ما تزيد، لأن قضية الورث ربي عز وجل سردها بالتدقيق في كتابه العزيز. لأنه كون خلى السنة النبوية غيجي واحد يقول لك لا هذا الحديث ضعيف، لا هذا الحديث منسوخ، لا هذا الحديث معلل، لا هذا الحديث كذا وكذا، ويلقى لك الأعذار. ربنا عز وجل عارف بأن المال هو عصب الحياة، هو اللي كيخلق النزاع وكيخلق العداوة والبغضاء حتى بعد بين الإخوة والأشقاء، تكفل به في كتابه العزيز، وقال لنا في تقسيم التركة، قال لنا هذا عنده الربع، هذا عنده الثمن، هذا عنده السدس، هذا عنده النصف، هذا عنده حجب حرمان، هذا حجب نقصان، داك شيء واضح بين. فالمفروض أن الإنسان ما خصوش يتدخل في هذه الأمور ديال بين الأولاد. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من بين أهم الوصايا اللي كان كيوصي بها، كان كيقول اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. خاص يكون العدل بالأبناء، لا 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 نفضل ذكرا على أنثى، ولا نفضل الكبير على الصغير، ولا نفضل أحد بينهم، لابد أن نعدل بينهم. أي نعم، كاين هناك ما ذكره الفقهاء بالنظر إلى مقاصد الشريعة وروح التشريع، كاين ما يسمى بحق الشقاء. حق الشقاء وهو أن أحد الأولاد كان هو الكبير عليه الحمل، هو اللي كان كيخدم يتعب، مثلا في البادية كتلقاه هو اللي كيفلح، واللي هو كيدخل البهيم، واللي هو كيسرح، ولكن واحد خوه صغير راه في المدينة كيقرأ، وبا كيخلص عليه الفلوس وكيتهلا فيه حتى خد شهادة عليا وخدم في واحد الوظيفة، والآخر راه كيضرب تمارة، راه ما كيفلح وكيتعب وكيشقى. ملي تكون التروة ديال الأب جات وقت القسمة، مقتضى العدل يقول الفقهاء هذاك اللي كان خدام كنعطوه حتى هو عود، وخو الاخر عود، ولكن كنزيدوه حق الشقاء، كنقدروا هذا الانسان بانه كان كيتعاب وكيشقى وبقى بالوالديه ودير واحد المجهود كبير في القسمه. اذا كان العدول حاضر، وكاين بعض العدول ما شاء الله عليهم عندهم واحد العقل كبير وعندهم واحد الرؤيه اجتماعيه واسعه، فكيجمع العائله وكيقول لهم شوفوا
القسمة هي هذه كما جاءت في كتاب ربنا، لكن الفقهاء والعلماء قالوا كلام وكلام استنباطا من عموم أحكام الشريعة. فكيقول بأن حق الشقاء لهذا السيد لابد أن يستفيد من كذا وكذا، لكن إلا وقع موقع والعياذ بالله إبليس كيحضر وكيوقع النزاع. يا ما حضرته مع عائلات بدأ بيناتهم النزاع وبدأ بيناتهم السب والشتم واللعن، ومنهم من حمل السلاح الأبيض والعياذ بالله على أشياء تافهة. سي جواد نبغي نقول لك الخلاصة دي الكلام، القضية ديال الخوت والخواتات اللي كنا فيما بيننا، إياك ثم إياك أن تفكر أنك غتلجأ للقضاء باش تأخذ حقوق ديالك من خوتك. الخوت عندهم واحد الحالة خاصة، إلا داك المحل خاطو خويا إلا كان كيستحقوا فعلا وداروا بيع وشراء بينه وبين با، الله يربح ليه، الله يربحه والله يجعله حلالا طيبة عليه. ولكن دوك الفلوس ديال با اللي خاضهم فين دارهم؟ هذا سؤال استفهام كبير. لكن إلا كان هذا الأخ استغل الظروف ديال الوالد وأنه مسكين كيحشم من ولده الكبير أو كيخاف منه وقاده إلى العدول ولقى واحد العدل لضميره ميت وكيبغي غير ياخذ غير المال، كي غنديروا في هذه الحاله؟ في هذه الحاله ننصحك اخي جواد واحد النصيحه ذهبيه، خذها مني ولا تخف وغتربح واحد الربح عظيم، وهي اياك ثم اياك ان تلجا الى القضاء، واياك ثم اياك ان تلجا الى اي جهه قانونيه لاسترجاع حقوقك. علاش؟ غتقول خويا ولا اختي الى خذوا داك الشيء الله يربحهم، الله ينفعهم به في الدنيا والاخره، والله يسامح ونبدأ من جديد وربي غادي يبارك ليا. أقسم لك يا أخي جواد بالله وتالله وعلى الله، إلا كنعرف العشرات ديال الحالات بحال هادو، داك اللي مشى للمحكمة راه كيبقاو في المحاكم وكيفناو وما كيدي والو حتى كيموتوا بجوجهم، وكيبقى داك الملك في بلاصتو، إما أرض فلاحية ولا عقار. القاضي يتزعج والمساطر كثيرة والمحامين ضرب هنا وضرب هنا، وكيبقى في واحد دوامة كبيرة ما كيدي والو، وكتبقى العداوة والبغضاء بين الأولاد ديالهم والأحفاد ديالهم، وراهم متقاطعين قطعوا الرحيم. وفي الأخر ما هي النتيجة؟ النتيجة حتى واحد ما داش شي حاجة، هذاك اللي مشى ما دوالو راه ما دوالو، وداك اللي دا راه حار عليه، ما عمره ما كيتمتع بها، ديما كيشعر بأن هناك الدعوات السيئات تبعه، ودائما في العذاب الأليم حتى كيموتوا كاملين وكيبقى داك الملك في بلاصته. فهاد الحالة هذه ما نبغيش توصل بها. الحالة الثانية هي كيكونوا بعض الناس كيقولوا مادام خويا اللي خد هذيك الدار أو خد ذاك الملك أو ذاك الأرض الفلاحية الله يربحه، أنا مسامح ليه، سمح الدنيا الأخرى، وغنبدأ من جديد ونقول بسم الله. راه ملي كيقول بسم الله يبارك له الله تعالى. كنعرف واحد السيد من هاد الحالة هذه هكذا وقع له، وفي الأخر هو معلم لاميكانيك، شوية ديال لاميكانيك، فبدا كيخدم مقاريش، إنسان أمي لكن تعلم لاميكانيك، وربي عز وجل عطاه واحد المنطق والعقل، بغى يعرف الموتور كيفاش كيخدم، هذا الموتور كيفاش كيتحرك. هو تسامح مع خوتو وحبابو اللي داو ليه رزقو، قال الله يسامح، خرج بكبوطو ومشى يقلب داك الموتور كيفاش كيخدم. أعطاه الله واحد القدرة مذهلة في دماغه، رغم أنه ما كيعرف لا يكتب ولا يقرأ، واستطاع في وقت وجيز أنه يتعلم لاميكانيك بواحد الفن رائع. ما هي إلا مدة قليلة حتى دار واحد الورشة صغيرة ديال السيارات، ما هي إلا فترة قصيرة حتى شرى كار، ما هي فترة قصيرة راه اليوم كيلعب في الكيران، واحد المجموعة ديال الكيران كبار تجول أرض المغرب، وهو إنسان بسيط جدا. وملي كتسولو من أين لك هذه التروة وكيفاش درتيها، يقول لك بالبركة ديال الله تعالى، خرجت بكبوطي، ولكن مع ما هي إلا سنوات معدودات حتى صار من أصحاب الأموال وأصحاب الثراء. أشنو اللي ربحوا؟ النية ديالو والصدق ديالو والهمة العالية ديالو. دازت واحد المدة ولو هذوك خوتو ودوك حبابو اللي الدولة رزقوه ولو هما كيجيو يتسلفوا منه، ومع ذلك لم يصدهم، أعطاهم وما زال كيعطيهم، لأن ربي عز وجل جعل الرزق عند الرزاق، والرزاق سبحانه وتعالى من أخلص النية لله ومن فوض الأمر لله غادي هكذا كيربح. وخصوصا غنفكروا في الناس اللي في القبر، الوالد ديالنا اللي في القبر ما نزعجوش، راه شحال ديال الخوت كيبقاو مخاصمين
وكيبقى الوالد ديالهم في القبر يتعذب. حنا رحمة بالوالد الله يسامح الله يربح الله يخلف، وربي عز وجل يعوض من جهة أخرى، ووالله سوف يعوض. وإذا عوضك المولى عوضك بالفائض، والله لن تجد للفقر سبيلا، غيغنيك ربي سبحانه وتعالى. جواد، وشوف أنت اسمك جواد، وراء الأسماء تدل على أصحابها. خليك جواد في نفسك، خليك جواد في عقلك، وسير مع الجود والعطاء، وربي يجل عليك بالجود والكرم والعطاء. الله يغنيك من فضله، والله يرحم الوالد ويوسع عليه الرحمات، والله يسمح للأخ ويسمح لنا كاملين في الدنيا والآخرة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. تحول أيها الأحبة الكرام من إقليم الظلال إلى الرباط مع السي عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا أستطيع. لبس عليك، حفظك الله ورعاك خويا عبد الرزاق. أنا من الرباط أسي طبي. طيب، مرحبا مرحبا خويا. حي كثيران وحي كذلك العملاء ديال إذاعة ميد غاديو. شكرا لك أخوي عبد الرزاق. لازمك بخير. عيتكم غير بيت واحد دعوة لواحد الرجل اللي هو معروف عن المغربة، رجل شريف وكيسها على أمن المملكة. إيه؟ وسي عبد اللطيف الحموشي. إيه؟ عندي واحد جوج وليدات وكانت من المغربة كلهم يدعو معاه واحد دعوة في هذا الشهر المبارك. إيه؟ والرجل اللي هو كيسهر على المصالح العليا ديال المملكة الشريفة. إيه نعم سيدي عبد الرزاق. إيه خويا، يدعو معاه واحد دعوة، والمغاربة كلهم إن شاء الله نتمنى يدعو معاه واحد دعوة ديال الخير. وعندي واحد جوج وليدات صغار، نتمنى إن شاء الله يدعو معاه واحد دعوة ديال الخير إن شاء الله. الله يحمي الوالدين. يا رب سعد الرزاق، يا رب يا كريم. شكرا لك أخويا عبد الرزاق. وهذه فكرة جميلة جدا، أن رجالات البلد الحمد لله، إحنا بلد المغرب بلد طيب، كما قال الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور. وهذا ليس مدحا غير اعتباطي، هذه حقيقة. واللي سافر وصال وجال وشاف البلدان وشاف الشعوب واحتك بالمجتمعات غادي يعرف القيمة ديال هذا البلد الأمين، بلد المغرب العزيز. طبعا المغرب له رجاله، ورجال اللي هما في الظاهر في الواجهة بينين، وكان رجال آخرين خفيين لا يعلم إلا الله تعالى بمقامهم. هذا الرجال كل واحد من الموقع دياله كيساهم في خدمة البلد. كان هناك رجال الأمن اللي كيحفظوا الأمن والسلامة ديال المواطنين، كان هناك الناس اللي كيشتغلوا في الميدان الفلاحي، كيشتغل باش حتى يطعم كل بطن مغربي. كاين اللي كيشتغلوا في القطاع التجاري اللي ينميو التجارة، كل واحد في القطاع، كل ميسر لما خلق له. عاد ناهيك عن الناس اللي في التعليم اللي كيساهموا في المعرفة وفي التفتح العقلي، الناس اللي هما في الصحة اللي كيساهموا في خدمة المواطنين صحيا وكيحافظوا على العافية ديالهم، كل واحد من المقام ديالو. الناس ديال القضاء اللي هما أيضا كيحاولوا ما أمكن أنهم ينصفون المظلوم عن الظالم ويعطوا الحق لأصحابه. الناس ديال رجال السلطة اللي كيسهروا على أنهم يدبرون الشؤون العام ديال المواطنين، كل واحد في المقام ديالو. ثم الفقهاء ديالنا والعلماء اللي في المساجد وفي المنابر اللي كيوجهوا إلى الدين وإلى الفضيلة، فكل واحد إلا وله مقامه. ولكن يبقى دوما الناس اللي في القطاع الأمني عندهم واحد المقام شريف جدا، لأن الأمن هو من المقاصد العليا للشريعة. ربنا عز وجل كان يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن من الخوف هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. الناس يتخوفون أن يتخطفهم الناس. كان هناك قطع الطرق، وكان هناك واحد المجموعة دي المظاهر اللي فيها الظلم والعدوان والاعتداء على ممتلكات الغير. لكن رب العزة غادي يحفظ البلاد باش بهذا النمط، أطعمهم من جوع اللي كيساهموا في إطعام الفقراء والمساكين، وآمنهم من خوف. لأن تصور معايا يكون عندك الطعام جيد، عندك الموائد ملأة، ولكن ما عندكش الأمان. أتلقى كين قطع الطرق، كين إرهابيين، كين اللي بغاو يديروا
عملية ناسفة. كل اللي يبغى يسرق ممتلكات الناس غتبقى في زجعين وفي فزعين. فكين الحمد لله في بلدنا المغرب معروف أنه دار خطوات استباقية إلى الأمام، واستطاع الحمد لله أن يحصل على مستوى جيد جدا في المجال الأمني. احنا المغاربة الحمد لله كنشعروا بهذا الأمن والأمان، ممتلكات ديالنا محفوظة، كنسافروا وحنا مرتاحين، وليداتنا ما كنشوفوهمش وكيرجعوا لنا سالمين غانمين، النساء ديالنا والبنات ديالنا كيخرجوا للشوارع وكيخرجوا محفوظات مباركات، واللي عنده شي رزق ديالو في البنكة ولا في أي مكان في التجارة يلقى محفوظ، بمعنى كاين نظام أمني اللي هو سليم وهو عظيم جدا، لأن الأمن هو بداية الحياة وعلى أساسه نبني الاقتصاد ونبني المجتمع بكامله. فتحية كبيرة لكل الرجال المرابطين على الحدود الأمنية سواء على الخارج أو بالداخل أو في أي مكان. وهذا الشخص اللي ذكره السي عبد الرزاق السي الحموشي أحد الشباب الرواد اللي سيدنا الله ينصره اختارهم ووضع ثقته فيهم للكفاءة والمهارة اللي عندهم، وأيضا للرؤية البعيدة والخطوات الاستباقية، وقد حققوا نجاحا باهرا والحمد لله. فنسأل الله تعالى أن يمتعهم جميعا، وعلى رأسهم سي الحموشي، يمتعهم بالصحة والعافية والبركة والتيسير، ويحفظ الله الوليدات ديالو. اللهم يا رب أنبتهم نباتا حسنا، واحفظهم يا رحمن يا رحيم من كل سوء، وبارك لهم في علمهم وفي حركاتهم وسكنتهم، واجعلهم يا مولانا على خطى أبيهم، واجعلهم إن شاء الله أكثر من أبيهم، يكونوا كذلك من رجال هذا الوطن الذين يخدمون المصلحة العليا للبلاد ويسعون في قضاء مصالح المواطنين. أسأل الله تعالى أن يتولهم بالعناية والرعاية والحفظ بالسبع المثاني والقرآن العظيم، ويبلغهم مقاصدهم. وكل من قال آمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. لأخينا عبد الرزاق من الرباط، ونتحول إلى مكناس مع للا عيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. للا عيشة مرحبا. أكثر مبروكة سنتي، الله يسكي صحتكم ويبارك لكم في العمر. اللهم آمين للا عيشة. الله يخليك يا دكتور، بغيت نسولك، أنا تنصلي التراويح مباشرة مورا العيشة. إيه. وتنصلي شفاع الوتر، ومن بعد تنصلي تنقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل. بارك الله. هل يجوز نصلي التراويح مجموعين ولا خصني نقصر؟ للأسف انقطع الخط مع للا عيشة من مكناس. أول حاجة للا عيشة أهنئك أنك الحمد لله فيك هذا الرغبة ديال العبادة وديال الطاعة، ومن خلالك أحيي جميع النساء المغربيات. الحمد لله في كل موطن من مواطن العبادة والمعرفة كنلقاو دائما المرأة المغربية الرائدة. المساجد الآن ممتلئة، ولكن نسبة الرواد ديال النساء فيها رائدات بأعداد كثيرة. المسابقات القرآنية، الندوات المقامة في كل مكان، دائما كنلقاو الحضور النسائي قوي ومكثف، وهذه الحمد لله مؤشر عظيم على أن بلدنا يحظى بالخير ويحظى بالعزة ويحظى الحمد لله بالسلامة والعافية. فممكن نقول بصراحة وبدون مجاملة بأننا الحمد لله في وضعية صحية جيدة وجيدة جدا بالمقارنة مع بلدان أخرى. نحن في مؤشر متقدم جدا على هذه الوضعية اللي احنا فيها الإيمانية والتربوية والأخلاقية في المجتمع. للا عيشة، حينما نصلي التراويح، تراويح رمضان الذي سنها هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا الفرائض الخمس هي اللي واجبة، والتراويح قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيامه، والنبي الكريم سن لنا قيامه، سن لنا قيامه. فتراويح في الأول كان النبي الكريم كيصلي بالناس، فصلى في الأول وحده، وحد اللحظة دخل معه ابن عمه ابن عباس، ودخلوا معه بعض الأفراد من آل بيته خمسة أو ستة، صلى بهم تراويح. فبعد ذلك اليوم الموالي الخبر انتشر النبي الكريم يصلي التراويح، فإذا بصفوف ثلاثة أو أربعة خلف النبي الكريم فصلى بهم التراويح.
في اليوم الثاني. في اليوم الثالث شاع الخبر، فإذا بالمدينة برمتها، المدينة المنورة تمتلئ بالمصلين، جاء الرجال والنساء والأطفال ليصلون خلف النبي الكريم. سيدنا النبي نبي الرحمة لما رأى ذلك المشهد لم يخرج للصلاة، فقالوا يا رسول الله صلي بنا، أديت العشاء كمل بنا التراويح. قال لهم لا، خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. فلم يصلي بها النبي الكريم، صلى مرات ومرات لا ومرات يكلف كذا حتى لا تفرض على الناس. فلما كانت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظمها تنظيمة، جعلها لأن كان أمير المؤمنين وكان سلطان البلاد، وكان ديك الساعة دولة المؤسسات، وقد أقيمت المدينة المنورة، تسمى المدينة بالألف واللام، يعني المدينة النموذجية، يعني بلد من قبل كان غير قبائل متناحرة متفرقة، الآن صارت دولة عندها مؤسسات وعندها نظام. فكان سيدنا عمر اللي هو بني المؤسسات كان قام بإعادة تنظيم التراويح، جعل الأئمة الراتبين وجعل المشفعين وكل مسجد دار فيه النظام ديالو. فاعترض عليه بعض الفقهاء من الصحابة، قال لهذا النبي الكريم لم يفعل هذا الأمر، فلماذا تفعله؟ هذا بدعة. فقال سيدنا عمر كلمته الشهيرة: نعم البدعة هي، نعم البدعة هي، هذه بدعة حسنة. من ثم قال العلماء بأن البدعة راه فيها الحسنة وفيها السيئة. البدعة السيئة اللي هي تهدم أركان الدين، أما البدعة التي تقيم أركان الدين وتقيم الدين في النفوس، هذه بدعة محمودة وحسنة، نعم البدعة هي. فللعيشة بالطريقة اللي استعملت كله مقبول عند الله تعالى، كله ميسر. لأساسي كان صلوا العشاء، وجميل أن نصلي في جماعة. النساء طبعا ماشي واجب عليهم الجماعة، المرأة إن صلت في بيتها كان أفضل، وإن صلت في مخدعها كان أفضل، لكن في رمضان يستحب للنساء أن يشهدن دعوة الخير ويخرجن إلى المساجد، كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين كانوا يخرجوا للمساجد حتى مع الفجر متلحفات في مروطهن، ويشهدن دعوة المؤمنين ودعوة الخير. حتى إن سمع النبي الكريم من يمنع النساء من الصلاة في المساجد، فقال لهم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا في الأيام العادية، فما ظنك في رمضان؟ جميل المرأة أنها تحضر إلى المسجد للصلاة، خصوصا في صلاة العشاء، وإذا استطاعت في الفجر الحمد لله كاين الأمن، البلاد كلها أمنة الحمد لله مع الفجر. أي جامع مشيتي ليه تلقى لك الأضواء والناس غادين جايين، والحمد لله الخير موجود في كل مكان. فالطريقة اللي استعملتي للعشاء هي جائزة، تصلي العشاء وتصلي ما تيسر من التراويح 8 الركعات، وتأدي الشفاع والوتر، ومن اللي تسالي تقري ما تيسر من كلام الله. أنت هنايا راكي من الذين استبقوا الخيرات، أنت راكي الحمد لله ما قال لك والو، وتكوني بحل الصالحات اللي هما في القمة بإذن الله. سواء تصلي التراويح كلها ما العشاء او تصليها، فهمت السؤال انقطع الخط؟ هو انك بغيت تقولي واش ممكن نسبق ديال العشاء والفجر كلها مع العشاء، كتبغي تنعسي ولا كتبغي ترتاحي، كله خير. لكن الصلاه قبيل الفجر لها طعم خاص، لان الثلث الاخير من الليل ليس كبقيه ايام ساعات اليوم. الثلث الاخير من الليل قبل الفجر بديك ساعتين ثلاث ساعات، هذاك هنا البركه، هنا السر، كيتسمى وقت الغفلة. الناس كلهم ناعسين إلا الصالحون، كتلقاهم قائمين في ذاك الوقت. هذاك الوقت هو وقت السحر، ثم ربنا عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ اللي يقدر أنه ما يفرطش في الركعات اللي كتكون قبيل الفجر. حنا الحمد لله المغاربة عندنا واحد النظام جميل، عندنا قبل الفجر عندنا المساجد كتحل مع الوحدة، الوحدة راه الناس بداوا صلاة التهجد في مجموعة مساجد، الناس كياكلوا خفيف ويناموا خفيف مع الوحدة، راه المساجد ممتلئة، وكتلقى لك مجموعات بعضهم يصلي فيرتاح وجه المجموعة الثانية، والقيام في كل وقت وحين. لالا عيشة كيف ما فعلتي كل خير، ما دمت تصلين الفرائض في وقتها، ثم النوافل نوعي، مرة ديري كذا مرة ديري كذا، حتى لا تشعري بالسأم ولا بالملل، وكل خير.
نملأ أوقاتنا بالذكر وبالعمل الصالح لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عمر وقتك بذكر الله، قدم ولا أخر ولا قسم لك شيء، المهم املأ وقتك كله بذكر الله. الله يتقبل منك للعيشة، الله يزيدك نور وإيمان ويقين، والله يسترنا وإياكم بستره العظيم. قولوا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. نتحول من مكناس إلى أي تورير مع لالا لطيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عمي الحاج، كده أهلا بك لالا لطيفة. كده عمي الحاج بخير، لا إلا كل شيء بخير، حفظك الله ورعاك. كنشكرك بزاف على البرنامج لك عزيزي لنا بزاف، كنتسمعوا لك ديما. حفظك الله بنتي، الله يكرمك. نحبكم في الله. أحبكم الله وأعزكم الله اللطيفة. من الحاجة بغيتك الدعيم، أنا حنا سبعات الأخوات، كل واحدة في عنده وحنا لأخوات بزاف ومراض. لا إله إلا الله. بغيتك الدعيم أنا بالشفاء من الحاجة، واحد خويا معك خالي أسميته بغي يبني واحد البوقعة ما تيسرش ليه، كل مرة تيقول لي غادي تبني في الأخر ما تيسرش ليه. لا إله إلا الله. بغيتك عمي الحاج ديما، أنا إحنا أربعة الأخوات مغادي نقصينا شوية، بغيتك ديما أنا بالشفاء يا ربي يا رحمن يا رحيم. وديما أنا مع واحد الأخت كتقرا حتى هي، الله يوفقها في قريتها. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. عافاك عمي الحاج ديما، أنا الله يجازيك بخير يا رحمن يا رحيم. شكرا لك بنتي لطيفة، شكرا لك، حفظك الله ورعاك. لطيفة هنا كيبان لنا واحد النموذج اللي تمتاز به الخاصية المغربية، الناس فيهم النية، الناس فيهم الإيمان، والناس فيهم اليقين. واللي عنده النية والإيمان واليقين ذلك هي شروط الإمامة في الدين والدنيا، هكذا كيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. اللي عنده هذه البركة ديال النية واليقين ودائما عنده حسن الظن بالله، ربي عز وجل حاشا وكلا أن يخيبه. لطيفة بنتي، الحياة الدنيا وضع الله تعالى فيها قواعد وفيها أصول، واللي بغي ينجح فيها خصو يتعلم كيفاش يقدر يوصل. هناك علوم تتعلق بكيسموها PNL، البرمجة اللغوية والبرمجة العصبية، وكيف تصير ناجحا وكيف تصير قائدا وكيف تتحدى الحواجز وكيف تصل إلى القمة وكيف تصنع مجدا، هذا كلها علوم كبيرة، ولكن ليس كل واحد يستطيع أن يفهمها أو أن يستوعبها، لأن هناك مراكز تدرسها وبأثمان غالية، وملي تقرأ واش غتفهم وتطبق أو لا. احنا ما غنتكلموا على هذه الأمور، كيف تصير قائدا أو ناجحا وكيف تستطيع أن تتحكم في زمام الأمور، احنا عندنا طريقة سهلة مهلة. الضعفاء بحالنا ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا واحد البواب ليس عليه بواب، وهو باب الدعاء. ملي كتشوف راسك بأنك ضعيف، بصرك ضعيف، سمعك ضعيف، إرادتك لينة، القدرة ديالك متواضعة، ما عندكش الميزانية، ما عندكش واحد كود بيستون اللي يقدر يدافع عليك، ما عندكش كي غدير، ما تخممش وما تخافش. علاش؟ عندك ما هو أعظم وعندك ما هو أكرم وهو متاح للجميع، وهو باب الدعاء. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن آيات الصيام حشر في وسط آيات الصيام قوله جل علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ملي كنشعر بأن الأمور معكسة، عندي عكس في التجارة، عكس في الزواج، الصحة ضعيفة، ما عندي قدرة، ما نخمم، ما نبقى نسول علاش وكيفاش، قطاع الصحة في أزمة، قطاع التشغيل في أزمة، قطاع العمل في أزمة، قطاع لا ما نبقى نخلق أزمات. داعي الخلق للخالق. أنا غنتوجه مباشرة إلى مالك الملك، إلى الذي رفع السماوات بغير عمد، إلى الذي ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله فيقول هل من صاحب حاجة فأعطيها له. سألتجئ إلى هذا، إلى الخالق المبدع اللي عنده المال كله رزق كله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، اللي خبرنا بأنه من لا شيء يصنع أشياء وأشياء، يخرج الحي من الميت
ويخرج الميت من الحي. غادي يلجا الى من لا يحتاج الى اجتماعات ودورات وتسنى تخرج القرارات، يلجا لمن امره بين الكاف والنون، اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. الجا الى الجبار، الى القهار، والى اللطيف بالعباد، والى الرحمن الرحيم. الجا اليه. كيف ذلك؟ احنا في هذا الشهر الفضيل مهيئين لكل هذا. ربنا عز وجل هيئ لنا كل الأسباب منذ أول يوم في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى أمر الجنة ففتحت أبوابها، وأمر النار فغلقت أبوابها، وأمر الشياطين والمرض فأحكم عقالهم، ثم بعد ذلك أرسل منادين في الأراضين في كل مكان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. ربنا عز وجل هيئ لنا في رمضان نقضي اليوم صائمين والليل قائمين، وما بينهم في تلاوة قرآن، في دروس، في تثقف العلم، هذا كله خير. نحن مهيئين في رمضان، إذا دعونا ربنا يستجيب. فبنتي لطيفة سهلة مهلة، حاجتك كل مقضية بإذن الله. كيف تقضى؟ كما أقول كل له اسم من نصيبه، له نصيب من اسمه. أنت اسمك لطيفة، فاحرصي يا لطيفة أنك تناجي الرحمن باسم اللطيف. يا لطيف، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. ما معنى لطيف؟ يعني أن ربي عز وجل لن يحملك فوق ما تطيق. ربي عز وجل ينظر إليك وهو يبتسم ويقول لك عبدي اطلب ما تشاء، أمتي اختاري، وكيجي عندك ربي عز وجل باللطف، وكيقول القضاء فيه لطف. دائما بنتي لطيفة ناجيه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا فيما جرت به المقادر، وربي عز وجل غينزل اللطف ديالو، وغينزل الخير ديالو، وغينزل البركة ديالو. فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يحفظك يا لطيفة، وأن يسعد قلبك، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا. الله يحفظ لك الخوت والخواتات والعائلة والأحباب. أسأل الله الكريم المتعال أن يرفع عنكم العكوسات، ويرفع عنكم الموانع، ويرفع عنكم الشدائد. وأسأل الله تعالى أن يشافيكم ويعافيكم ويمتعكم بالصحة والعافية وتمام العافية. لطيفة، دائما أذكر الله تعالى، قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. هذا دعاء لابد أن نقوله كل صباح وكل مساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، ثم أناجي ربي، يا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ألطف بنا. وسترى عجائب قدرة الله، ترى الكون بأسره يكون طوع بنانك، ترى بأن خزائن الرحمن تتفتح وتأتيك الأرزاق من حيث لا تدري. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويكرمنا وإياكم بجوده وعطائه. قولوا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الحلقة تعالوا بنا جميعا ندعو الله تعالى باسمه اللطيف، ولنستحضر عدد كبير من الأحباب لكي يطلبوا منا واحد دعوة دي الخير. أسماء كثيرة لا أكاد أستحضرها، أنا الآن أستحضرها بالدعوة دي الخير. كل من طلب منا ذلك ندعو الله له، وكل واحد من الأحباب دينا كيسمعوا حتى هو يحضر الأسماء دي الأحبابه اللي باغين دعوة الخير، اللي هم مراض ودب الآن في المستشفيات، اللي هم يا في سجون معتقلين، اللي هم يا في وضعية صعبة، اللي عندهم انحراف أخلاقي، اللي بلا زواج، اللي هو ما عنده زهر في العمل، اللي هو كيواجه مشكل في الحياة. نستحضر جميع أحبابنا دون استحضار الأسماء، نستحضرهم في أذهاننا. أنا الآن أحاول أن أستحضر كل من طلب من ذلك الدعاء وهم كثر، ولنبدأ باسم اللطيف. لماذا؟ لأنه مفتاح من مفاتيح سر الوجود. الوجود له مفاتيح، دي كود، مفاتيح، وكل اسم من أسماء الله تعالى هو مفتاح سري لأسرار الوجود، ومن أكرمها اللطيف.
ربنا عز وجل يتجلى على عباده باللطف. ولنبدأ بتلاوة الآية القرآنية التي جاء فيها ذكر اسم اللطيف، نقرأها 3 مرات ثم نبدأ بالدعاء ونقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا الله، يا رب العالمين، يا لطيفا بالعباد، يا من تعلم ما تكن الصدور، يا من اسمه العزيز الغفور، نسألك اللهم بحق الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، أن تلطف بنا جميعا في كل أمر مقدور. ألطف بنا جميعا في كل أمر مقدور، ألطف بنا جميعا في كل أمر مقدور، يا عزيز يا غفور، يا من إليه تصير الأمور. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا رب العالمين، يا لطيف، كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا يا مولانا في قضائك وقدرك. اللهم اجعل لنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بجلالك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا لطيف، تداركنا بلطفك الخفي والظاهر، يا لطيف، تداركنا بلطفك الخفي والظاهر. اللهم ألطف بنا جميعا في كل أمورنا. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. اللهم يا لطيف، نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف، نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف، نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم ألطف بنا، اللهم ألطف بنا. ألا يا لطيف، يا لطيف، لك اللطف، فأنت اللطيف، منك يشملنا اللطف. لطيف لطيف، إنني متوسل بلطفك، فالطف بنا وقد نزل اللطف. بلطفك عزنا يا لطيف، فها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، بك استعنا فأعنا، وبك استغتنا فأغننا، وعليك توكلنا فاكفنا. يا كافي اكفنا المهمات من أمر الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. يا الله يا الله، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك يا مولانا العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، صرف قلوبنا وأبصارنا إلى طاعتك. يا مقلب القلوب والأبصار، صرف قلوبنا وأبصارنا إلى طاعتك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، يا ذا العرش المجيد، نسألك يا مولانا أن تطهر بالتوبة النصوح فساد قلوبنا، وأن تجمع قلوبنا جميعا على مرضاتك وخشيتك، وأن تهدينا جميعا إلى أقرب الطرق إليك. ربنا لا تصرف وجهك عنا يوم القيامة، ربنا لا تقطع عنا الرجاء بقاطع ولا بمانع، واغفر لنا وارحمنا يا غفور.
اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا جميعا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا كريم، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا ولمن ظلمنا، اللهم اغفر لنا ولمن ظلمنا، اللهم ارضى عنا جميعا وارضى عن خصومنا، اللهم اصلح بيننا وبين عبادك يا رب العالمين، ولا تجعل للشيطان في قلوبنا نصيبا. يا رحمن يا رحيم يا مولانا، نسألك اللهم في هذه الساعة أن تغفر لنا جميع الذنوب والخطايا. اللهم حفنا بألطافك الخفية، ونجنا اللهم من كل بلاء وبلية. يا مولانا حفنا بألطافك الخفية، ونجنا اللهم من كل بلاء وبلية. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا اللهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا يا مولانا في أعمالنا وفي أعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اجعلنا مرحومين أينما كنا، اجعلنا مرزوقين أينما كنا. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا مولانا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا يا مولانا جميعا نساءنا وأبناءنا وشبابنا، ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجعل أوقاتهم بالذكر معمورة، اللهم اجعل والدينا في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم ارزقهم الجنة وباعد بينهم وبين النار. اللهم يا رب العالمين أعنا على الإحسان إلى الوالدين في كبرهما، اللهم لا تتوفاهم إلا وأنت عنا راض وعنهم، برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اصلح لنا في ذريتنا، إن تبنا إليك وإن أول المسلمين. اللهم يا رب ارزق أبناءنا صحبة الأخيار وفعال الأطهار، وجنبهم رفقاء السوء، وسلمهم من شر الأشرار، وبلغنا فيهم غاية أملنا ومنانا. يا رحمن يا رحيم، افتح على أبنائنا وبناتنا فتوح العارفين، والطف بهم يا كريم، وهب لهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم يا رب العالمين احفظ بلادنا المغرب، اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء. اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. يا مولانا أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعينه على يديه. اللهم ارزقه الصحة والعافية وتمام العافية، ومتعه اللهم بطول العمر، واجعل الخيرات تقضى على يديه. اللهم أكر عينه بولي عاده المحبوب المولى الحسن، وصنوه الرشيد المولى الرشيد، وكافة الأسرة الملكية الشريفة. اللهم احفظهم جميعا بالسبع المتان والقرآن العظيم. اللهم يا رب وفقهم لفعل الخيرات، اللهم وفقهم لجمع الشمل، اللهم وفقهم للخير والبركة بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كل من كان في هذا البلد يسعى إلى الخير ويحب الخير فزده خيرا في خير، ومن كان يريد شرا فاللهم يا رب اهده إلى طريقك المستقيم، ورده إليك ردا جميلا حتى ينخرط مع المؤمنين والمؤمنات في فعل الخيرات. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، قلت ادعوني أستجب لكم، فهنا نقد دعوناك كما أمرتنا،
فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده. سبحانك سبحانك، اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر اليمامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم حقق رجاءنا يا ربنا، اللهم بلغنا مقصودنا يا ربنا، اللهم أتمم بالحسنات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين يا رب. أيها الأحباب الكرام، ينتهي البرنامج ولكن نبقى نناجي ربنا ونقول ربنا ربنا ربنا، فإن الله تعالى يباهي بخلقه ملائكة الرحمن في السماء، فلنقل جميعا ربنا ربنا ربنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.